توبيك 20، هنتكلم في الكاينماتكس برضه. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكونتينيوتي ايكويشن في السلندريكال كوردينيت والكارديزيان كوردينيت، وكمان اتكلمنا عن الانترودكشن. المفروض المره دي هنتكلم عن الستريم فانكشن وعن الروتيشنال فلو، ونتكلم عن الروتيشن فانكشن كمان، وهنشوف التارجت بتاع الكاينماتكس ايه هو. هيبقى فاضل لنا فيديو واحد بس ان شاء الله، ده هيبقى الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن البيزك فلو فيلدز، وهنتكلم كمان عن ديفورميشن اللي هو اللينير ديفورميشن والانجلر ديفورميشن. طيب يبقى احنا كده عندنا ثلاث حاجات المفروض نخلصهم، اللي هو الابساي والكيرل في اللي هي الايروتيشناليتي، وهنتكلم عن البوتنشال فانكشن. نبدا بالستريم فانكشن دي. هو يعني ايه ستريم فانكشن؟ طب بستخدمها ليه؟ طب هي اصلا الستريم فانكشن اتعملت ازاي؟ ايه المعنى؟ دي اسئله المفروض نعرف نجاوب عليها نكون فهمنا معنى الستريم فانكشن دي. الستريم فانكشن انت لو بصيت على اسمها هتلاقيه في اول كلمه ستريم جايه من كلمه الستريم لاين، فالستريم فانكشن دي اصلا هنقول دلوقتي كده كلام وخلاص مبهم، ونشوف المعادلات هيطلع كده صح ولا لا. الستريم فانكشن دي المفروض هي معادله بتعبر عن مجموعه من الستريم لاينز اللي ليها نفس الكاركترستكس. هتيجي ازاي هنشوف دلوقتي. الستريم لاين هي داله بتساوي ثابت، المفروض نفهم ايه الداله وايه الثابت وهنحل بيها ازاي. المفروض في الكاينماتكس انا بحاول اطلع السرعات اللي هي اليو والفي والدبليو عشان اعرف اجيب منهم السرعه الكليه الفي، واروح بيهم لمعادله بونولي. وفي بونولي بيبقى فيه البريشر، بقدر احسب البريشر، ولو حسبت البريشر اقدر اجيب السيجما فورس المؤثره على الجسم اللي عندي، واقدر اتعامل بقى خلاص. لو هو كاينماتكس لو جبت الفورس ممكن اروح بيه الدايناميك واحل كل معادلاتي. فانا الفكره كلها ان انا عايز اشوف السرعه، فالسرعه دي انا لو حسبتها هقدر احسب كل حاجه واوظف الفلو توظيف كامل. كمان هقدر احسب له الروتيشنال او له روتيشنال ولا اير روتيشنال، هقدر اقول لك هو كومبريسبل ولا انكومبريسبل، هقدر اقول لك كل حاجه عن الفلو بقى، لامينا ولا تربلنت، هقدر اقول لك كل حاجه. فانا المفروض دلوقتي ان انا اقدر احسب الايه الفي دي. فالفي هي بتبقى مركبه في 3 دايمنشن في 3 دي، يعني مركبه في اليو في اتجاه اكس، ومركبه في في اتجاه واي، ومركبه دبليو في اتجاه زد. الثلاث مركبات دولت في 3 دايمنشن، يعني مثلا كده لو كان القلم ده هو كده اتجاه السرعه، فهو في مركبه في اتجاه الاكس وفي الواي وفي الزد، وعامل زاويه كمان. الوصف بتاعها كده في 3 دايمنشن صعب ان انا اقول لك ان السرعه في 3 دايمنشن بتساوي كذا ومايله كذا على محور اكس ومايله كذا على محور واي ومايله كذا على محور زد. لا انا اقول لك هي بتساوي كذا اللي هو مركبه القوه في اتجاه محور اكس يو، وكذا في اتجاه الفي، وكذا في اتجاه الزد. فابقى وظفتها لك بتوظيف سهل. الابساي دي الابساي ستريم فانكشن دي بتوصف السرعه في معادله واحده، يعني بتجيب لك السرعه كداله من الاكس ومن الواي. بدل ما احسب يو كداله من الاكس ومن الواي هروح والفي داله من الاكس ومن الواي، لا هروح احسب داله واحده بس اللي هي الابساي اللي بتساوي داله من الاكس ومن الواي. طب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ اول حاجه في شروط للستريم فانكشن، مش هتنفع يبقى في ستريم فانكشن للفلو الا لو الشروط دي ما اتحققت. ده مهم، ها؟ مش اي فلو فيد كده اروح اجيب له الستريم فانكشن بتاعه. اول حاجه لازم الفلو يكون عندي تو دايمنشن فلو، يعني ليه اتجاهين بس، ما ينفعش استخدم الستريم فانكشن في 3 دايمنشن فلو. اي فلو ماشي في بلين اقدر احسب له ستريم فانكشن، ليه؟ لانه تو دايمنشن فلو. كمان ان يكون الفلو اللي عندي بيحقق الكونتينيوتي. طيب يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه ان يكون بيحقق الكونتينيوتي، يعني فيريفاي كونتينيوتي ايكويشن، فيريفاي كونتينيوتي ايكويشن. طب الشرط ده احنا عرفنا خلاص دي، ما هو الستريم فانكشن بيمشي يعني الستريم فانكشن الستريم لاين هو عباره عن خط، والخط ده بيبقى موجود في 2 دي، فعشان كده الستريم فانكشن اللي هي بتوظف او بتوصف الخطوط دي مش هتنفع تكون في 3 دايمنشن، لازم تكون في 2 دايمنشن. فانا فهمت كده الشرط الاولاني ده ليه. الشرط الثاني بقى ليه لازم تكون الستريم فانكشن دي بتفيريفاي كونتينيوتي ايكويشن، بتحقق كونتينيوتي ايكويشن. اي فلو فيلد لو ما حققش، لا اي معادلات لو مسكتها وعوضت بيها في الكونتينيوتي وما حققليش معادله الكونتينيوتي، يبقى المعادلات دي ما هيش فلو اصلا. عشان كده لازم الستريم فانكشن دي تحقق الكونتينيوتي عشان تكون فلو، لان لو ما حققتش الكونتينيوتي مش هتكون فلو. الابساي الناس بتوع الرياضه هم اللي جابوها، هم قالوا مثلا اليو بتساوي حاجه والفي بيساوي حاجه. اليو قال لك بيساوي ايه؟ بشر ابساي بشر واي،
والفي بتساوي بارشال ابساي بارشال اكس بس في نيجاتيف هنا. فهي كده دي اليو وده الفي كده داله من اليو اهي والفي اهي كدوال من الابساي. الكونتينيوتي بتقول لك احنا خدنا الكونتينيوتي المره اللي فاتت طبعا احنا اتكلمنا قلنا هتبقى 2 دي بس. وكمان في شرط كمان غير ان فيريفاي كونتينيوتي كويشن يكون انكمبريسبل فلو لازم يكون انكمبريسبل ويكون ستيدي فلو كمان. دولت شروط عشان اقدر احسب الستيم فانكشن لاي فلو عندي. الكونتينيوتي بارشال يو بارشال اكس بلس بارشال في بارشال اكس بارشال يو بارشال اكس زائد بارشال يو بارشال اكس زائد بارشال في بارشال واي بيساوي صفر. دي الكونتينيوتي ايكويشن في التو دايمنشن. ما احنا قلنا عشان احسب ستيم فانكشن عندي شروط لازم يكون 2 دي لازم يكون انكمبريسبل لازم يكون ستيدي. يبقى انا كده شلت الرو اللي موجود في الكونتينيوتي وشلت اي ترم في تايم في الكونتينيوتي فطلع لي المعادله البسيطه دي. هعوض في المعادله دي بالشروط بتاعت السيم فانكشن. بارشال يو بارشال اكس نفاضي لليو بالنسبه لاكس تبقى بارشال بارشال اكس اليو زائد بارشال بارشال واي للفي المفروض ده بيساوي صفر. طب اليو اهي هاخدها من فوق واحطها تحت بارشال بارشال اكس بارشال ابساي بارشال واي زائد بارشال بارشال واي الفي نيجاتيف بارشال ابساي بارشال اكس ده بيساوي صفر. فاضل دولت بارشال 2 ابساي بارشال اكس بارشال واي ناقص بارشال 2 ابساي بارشال واي بارشال اكس ده بيساوي صفر. انا فاضل بالنسبه للواي الاول فاضل بالنسبه للاكس الاول مش هتفرق. طالما الترمين دولت هيطلعوا متساويين يبقى طرحهم بيساوي صفر. يبقى هي كده حققت الكونتينيوتي ايكويشن. احنا كده قدرنا نقول ان الستيم فانكشن دي بتفيريفاي كونتينيوتي ايكويشن. لو قال لك سؤال بروف ذات ستيم فانكشن فيريفاي كونتينيوتي ايكويشن هتعمل الكلمتين دول بس وخلاص. ولازم تحط الشروط اللي هو لازم يكون تو دايمنشن وانكمبريسبل وستيدي فلو. واحنا عرفنا احنا ليه بندور اصلا على الابساي دي. قلنا بندور على الابساي ليه؟ عشان نحسب بدل ما نحسب يو وفي نحسب مجهولين او معادلتين هحسب معادله واحده بس هي الابساي. كده انا طلعت الابساي خلاص. يبقى انا عرفت ان الابساي دي بتساوي ثابت والابساي ديت بتبقى معادله فانكشن من اكس ومن واي وبحسبها من القانونين دول وبحطهم بجيب اليو هنا والفي هنا. طيب ايه بقى معنى الابساي؟ احنا قلنا الابساي دي ستريم فانكشن. طيب يعني هي بتعبر عن الستريم على الستريم لاين. طب جت ازاي؟ هو انا لو عندي ده لو كان ده ستريم لاين مثلا ده ستريم لاين المماس بتاع الستريم لاين دي العمليه المعكوسه. ما الستريم لاين اصلا هو عباره عن ايه؟ تانجنت للفيلوسيتي بروفايل. طب او الفيلوسيتي فيكتور. طب انا لو جبت التانجنت للستريم لاين مش انا ابقى كده بحسب الفيلوسيتي فيكتور اصلا؟ يعني ده كده هو عباره عن الفي. طب انا لو حللت هجيب اليو والدبليو والفي ده الفي كابيتال اللي هو المركبه الكليه ده اليو وده الفي سمول اللي هو باتجاه اكس وهنا في اتجاه واي. طب انا لو قلت لك دي واي باي دي اكس هو مش ده دي واي باي دي اكس اللي عباره عن في على يو مش ده كده الميل ده السلوب بتاع الستيم لاين؟ لا ده السلوب بتاع الستيم لاين. الابساي هيبان دلوقتي انها بتساوي نفس الكلام ده عشان تطلع هي كمان اصلا معادله الستريم لاين. هنجيبها ازاي بقى؟ لو انا قلت لك مثلا ايه ده الستريم لاين هو نفس الفكره بالظبط وده الفي وده اليو وده الدبليو وده الفي وده الاكس وده الواي. هناخد بس الدي ابس احنا قلنا ان الابساي بيساوي كونستنت. لو اخدت الدي ابساي ما هي عباره عن بارشال ابساي بارشال اكس في الدي اكس زائد بارشال ابساي بارشال واي في الدي واي ده بيساوي صفر. طب هو ايه بقى بارشال ابساي بارشال اكس وبارشال ابساي بارشال واي؟ بارشال ابساي بارشال اكس اليو بيساوي ايه اصلا؟ ما احنا لسه كاتبينها دلوقتي. قلنا ان اليو بارشال ابساي بارشال واي وقلنا ان الفي بارشال ابساي بارشال اكس بس في نيجاتيف. هناخد دولت ونعوض بهم هنا بارشال ابساي بارشال واي بارشال ابساي بارشال واي اللي هي دي فين بارشال ابساي بارشال واي اللي هي بتساوي اليو يبقى دي كده اليو. طب بارشال ابساي بارشال اكس اللي هي نيجاتيف في يبقى دي كده نيجاتيف في. يبقى المفروض نيجاتيف في دي اكس زائد يو دي واي بيساوي صفر. هنقعد دي الناحيه الثانيه تبقى اليو دي واي بتساوي الفي دي اكس يبقى دي واي باي دي اكس بتساوي يو في.
يبقى دي واي باي اكس طلعت في على يو اللي هي برضه الستريم لاين. السلوب نفس السلوب اللي طلع من التحليل ده. يبقى كده الستريم فانكشن او الستريم فانكشن ابساي ديت ما هي اصلا الا معادله ستريم لاين لحد دلوقتي، بس خليها معادله ستريم لاين. يبقى الابساي دي بتساوي ستريم لاين ايكويشن، دي عباره عن ستريم لاين ايكويشن. طيب ايه بقى الثابت ده؟ مش دي ستريم لاين ايكويشن ده فرضا مثلا ان كان في ستريم لاين هو اكس تربيع زائد واي تربيع مثلا بيساوي 4، ده كان ستريم لاين. طب انا مش ممكن ارسم ده، ما دي معادله دايره، لو رسمتها دايره نصف قطاب 2 مثلا دي كده دايره، ده ستريم لاين. طب ما نفس الستريم لاين بالظبط، انا لو مسكته اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي 6، مش هيرسم لي واحد تاني شكله كده بس اكبر؟ طب لو عملت اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي 1، مش هيعمل واحد بس اصغر؟ معنى الكلام ان هي ديت الابساي اللي هي عباره عن فانكشن من الاكس ومن الواي، اللي هي فانكشن من الاكس والواي بتساوي كونستانت. الكونستانت ده بيتغير بارقام عددها انفينيتي، لا العدد لا نهائي. يبقى كده الابساي دي ما طلعتش ستريم لاين ايكويشن، غلط. الابساي دي عباره عن ايه؟ فاميلي اوف ستريم لاين. يبقى هي عباره عن، يبقى الابساي دي عباره عن عيله الستريم لاين اللي ليها نفس الكاركترستكس. يعني ليها نفس الكاركترستكس، كل ستريم لاين من دول هو الستريم لاين اللي قبله بالظبط، بس اختلف عنه انه ده كبر صغر شويه، اتشفت يمين هيتشفت شمال، ده على حسب الكونستانت. طب ايه بقى اختلاف الكونستانت او الكونستانت ده بيمثل لي ايه؟ يعني مثلا انا لو عندي نفس الستريم لاين دولت، اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 2، واكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 4، دولت اثنين ستريم لاين، لو انا رسمتهم كده ورسمت الثاني ده كده، ايه اللي انا استفدته او ايه الفرق بين الاثنين دول؟ قال لك ان الفرق بين الثوابت هو عباره عن الكيو. الكيو ده عباره عن ايه؟ الفوليومتريك فلو ريت. طب جت ازاي بقى ان الفرق بين الثوابت هو عباره عن الفوليومتريك فلو ريت؟ بص هنشوف احنا هنعملها ازاي. لو كان مثلا في بايب وده كان الفلو بتاعه ماشي كده كيو، انا عشان احل هنسكت ده بس كده في الاتجاهين بحيث اعرف احل في اليو والفي، ده كده اتجاه وده كده اتجاه تاني. طبعا ده انا عندي كده الاكس هنا وده الواي هنا، تمام. هو الكيو ده عباره عن ايه؟ مش دايما الكونتينيوتي عباره عن فيلوسيتي في اريا؟ طيب بس ده تو دايمنشن، يبقى الفيلوسيتي اللي ماشيه في الاتجاه ده عباره عن اليو اصلا. طب والفيلوسيتي اللي ماشيه في الاتجاه ده عباره عن الايه؟ نيجاتيف في. طب ليه دي اليو ودي النيجاتيف في؟ النيجاتيف في دي اليو لانها في اتجاه الاكس، ودي السالب بتاع الفي لانها في عكس اتجاه الواي، فلازم دي تكون بوزيتيف ودي تكون نيجاتيف، مفيش كلام مفيش اختلاف ماشي. الكيو بقى هي عباره عن اليو السرعه اللي عندي في الاريا العموديه عليها، بس انا ما عنديش اريا، ده تو دايمنشن، فانا هناخد اللي هو الايه؟ اللي هو الدي اللي هو التغير الصغير في الخط، بس هناخد خط. يعني ده مش ده عباره عن دي واي، يبقى اليو في الدي واي. طيب هي ايه بقى اليو؟ ما اليو اهي اللي هي بارشال ابساي بارشال واي، يبقى اليو اللي هي بارشال ابساي بارشال واي في الدي واي. انا هعمل لها تكامل عشان احسب الكيو من واي، من واي واحد لحد واي اتنين، مش ده كده هيضيع مع ده؟ يوصل معايا في الاخر انها هتبقى بارشال ابساي تكامل من حدود التكامل، كده الابساي ما بتعتمدش على الواي، يبقى احنا هشيل الواي واخليها ابساي واحد وابساي اتنين، كامل بارشال ابساي دي تطلع ابساي، اطلع من ابساي واحد، من ابساي واحد لابساي اتنين، تطلع ابساي اتنين ناقص ابساي واحد، الله، يعني الكيو اللي هي الفوليومتريك فلويد طلعت ابساي اتنين ناقص ابساي واحد. يعني معنى الكلام اني انا لو طرحت الثوابت دول من بعضهم بجيب الفوليومتريك فلويد ما بينهم، يعني الثابت بس ملوش معنى، الثابت بس انا بستخدمه عشان ارسم مكان الستريم لاين، لكن الدلتا الاختلاف في ثابتين ورا بعض بيجيب لي الفوليومتريك فلويد اللي موجود بين الثابتين دولت. يعني لو كان عندي ستريم لاين ماشي كده وده ستريم لاين ماشي كده، ده داله من الاكس ومن الواي بيساوي ثابت واحد، ده داله من نفس الداله بالظبط بس بيساوي ثابت تاني. لو طرحت الثابتين دول من بعض ابقى انا جبت الكيو. دي طريقه كمان ان انا احسب بقى الفوليومتريك فلويد. الفوليومتريك فلويد ديت احنا عندنا طرق كتير بقى، اتكلمنا في الفلوين بايبس ازاي بنحسب الفوليومتريك فلويد، مش هقول. عايزين نستنتجها من الناحيه الثانيه برضه، احنا قلنا ان هنا كانت الصوره هنا يو والصوره هنا نيجاتيف في، وعرفنا ليه نيجاتيف في. طب الكيو بقى ما عباره عن ازاي؟ السرعه
في الدي اكس تكامل من اكس 1 لاكس 2. طيب السرعه الفي دي عباره عن ايه؟ ما احنا من 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 الابساي اليو بتساوي بارشال ابساي بارشال واي، والفي بتساوي بارشال ابساي بارشال اكس بس في سالب. ماشي، هنشيل الفي دي ونحط ده، السالب هيطير مع السالب والدي اكس هتطير مع الدي اكس. اتفضل لي تكامل بارشال ابساي من اكس 1 لاكس 2، بس كده الابساي مش بتعتمد على اكس، يبقى من ابساي 1 لابساي 2. يبقى دي كده عباره عن ابساي 2 ناقص ابساي 1، يبقى الكيو بتساوي ابساي 2 ناقص ابساي 1، وده معنى الثابت كده. السيم فانكشن اعتقد انها اتغطت كويس. هنقول حته كمان بس كده اهوت عشان المشروع بقى اللي احنا بنشتغل فيه تكون فاهم لو في مناقشه. هو السيم لاين ده بيعبر عن ايه؟ ما احنا قلنا السيم لاين هو عباره عن التانجنت للفلوس فيكتور. معنى الكلام ان كل ما يزيد عدد السيم لاينز في مكان، يعني يزيد كثافتهم كده، يعني سيم لاين 1 2 3 كتير كتير كتير، ده معناته ان السرعه زادت قوي. طب ولو قل عدد السيم لاين يبقى كده السرعه قليله. طيب هنيجي عن الايروفويل بتاع الطياره ده، جناح الطياره ده كده، هو لو هنا جاي يونيفورم فلو، وهنتكلم عن اليونيفورم فلو ده المره الجايه ان شاء الله، ايه اللي هيحصل؟ هنا المفروض بنخلي السيم لاين كثيف جدا، لكن هنا السيم لاين بتبقى عددها قليل. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه ده جناح الطياره؟ هو مش المفروض جناح الطياره ده هو اللي بيرفع الطياره لفوق؟ هو اللي بيعمل الليفت؟ طب بيعمل الليفت ازاي؟ انا عندي السيم لاين كتير قوي فوق جناح الطياره، معنى الكلام ان السرعه فوق جناح الطياره عاليه، الفلوسي عاليه قوي. طب وتحت جناح الطياره السرعه قليله. طب ايه يعني السرعه قليله والسرعه عاليه؟ ما السرعه عاليه يبقى ضغطه قليل، يبقى الضغط فوق ضغط فوق قليل. طب والسرعه قليله يبقى الضغط تحت عالي. طب ولما يبقى الضغط اللي تحت اعلى من الضغط اللي فوق، مش الفورس عباره عن بريشر مضروب في اريا، يبقى الفورس اللي تحت اكبر من الفورس اللي فوق، يبقى الفورس اللي تحت على جناح الطياره دي تقدر ترفع الطياره، صح؟ ده حاجه استفدناها من الستيم فانكشن. نفس الفكره هنعملها عن المركب اللي احنا بنعمله. لو كان ده المركب اللي احنا بنعمله، مش المفروض ده بيشتغل بالماجنس افكت؟ يعني هنا في النص كده هنا في روتو، الروتو ده بيلف باوميجا، هناخده بقى لوحده، ها بيلف باوميجا صح؟ طيب الاوميجا دي بتلف كده، السرعه في الحته دي عباره عن ايه؟ مش دي اوميجا ار؟ اوميجا ار. طب والسرعه هنا مش دي اوميجا ار برضو؟ طب انا لو جبت مروحه او اي مصدر للفلو ومشيت هنا يو كده، ايه اللي هيحصل؟ مش اتجاه السرعه هنا جاي كده هو كمان، لكن اتجاه السرعه هنا جاي هنا يو. طب هنا كده اتجاه السرعه اللي هو اليو اللي عندي والاوميجا ار في نفس الاتجاه، يعني السرعه هنا بتزيد صح ولا ايه؟ لكن هنا هم عكس بعض، يبقى بيطيحوا مع بعض، يعني السرعه هنا بتقل صح ولا لا؟ السرعه هنا اعلى من السرعه هنا، يبقى الضغط هنا اعلى من الضغط اللي فوق، يبقى هيحصل فورس تزق لي المركب لفوق كده، يبقى الفورس دي تتك على المركب كده تتحركوا كده كده. انت لو لاحظت هتلاقي المركب بتتحرك بالجنب، المفروض المركب بتتحرك كده. طب هنعمل ده ازاي؟ ان احنا بدل ما نخلي مصدر الفلو جاي من كده، لا هنخلي مصدر الفلو جاي من كده بس وخلاص، فكده هيعمل الفورس تحت على الفورس فوق فيحركها كده. طيب في مساله برضه نحلها للسيم فانكشن دي، اللي احنا المعادلات اللي احنا طلعناها دي هتحفظها، ها اللي هي اليو بتساوي بارشال ابساي بارشال واي، والفي بتساوي بارشال ابساي بارشال اكس بس في سالب. دولت في الكارتيزيان. لو في سيم فانكشن ظهرت عندك في السلندريكال كوردينيت هيبقى مديك ورقه فيها معادلات هتطلعهم منها هتعرفهم. طيب لو كان عندي ده سيم لاين وده كده، يعني ايه ده بلين؟ عارفين التجربه اللي احنا شفناها في المعمل اللي هي كانت فيها الحبر دي اللي هي بدا يعمل، اللي هو كان في بلين كده وفي ابر فيها حبر، ومشى الحبر وجا حاطط جسم وكان بيشوف شكل الفلو حواليه، ده اسمه بلين. ده حاجه بلينر، يعني فيها اكس وفيها واي مفيش زد. هو ده بالظبط الحاجه اللي عندنا دي، هنا فتح هنا اوفيس وفتح هنا اوفيس، كانت هنا الطول هنا 1 متر وكان الطول هنا نص متر، تمام؟ هو اداك معادله الاستيم لاين ده اللي هي الابسايد بتاعته 2 ار سكويرد ساين 2 سيتا. طالما انت لقيت معادله الاستيم لاين ار وسيتا، يبقى انت كده طلعت من الكارتيزيان كوردينيت ودخلت في السلندريكال كوردينيت. طب هتتعامل ازاي بقى في السلندريكال كوردينيت؟ هو اداك عند الاوفيس دي وقال لك ان البريشر عندنا 10000 باسكال،
المطلوب تحسب البرجر عند نقطة 2، يعني دي مثلا نقطة 1 دي نقطة 2، مديك كثافة الفلو اللي ماشي ده وبتساوي 1000 مية يعني كيلو جرام لكل متر مكعب. مطلوب منك ان تحسب البرجر عند النقطة التانية دي. طب انا عندي نقطتين، نقطة عندها برجر ونقطة تانية عندها برضه ضغط، المفروض احسب الضغط عند النقطة دي، وعندي سرعة، ما هي الإبساي دي او الستيم فانكشن ما هي معادلة سرعات اصلا، وعندي سرعات. طب انا ممكن احسب الموضوع ده ازاي؟ هيجي في دماغي على طول معادلة بونولي. معادلة بونولي بتقول لي ايه؟ بي على او جي زائد في سكويرد على 2 جي زائد زد بيساوي بي على او جي زائد في سكويرد على 2 جي زائد زد. قلنا بلينر، يبقى الزد هيتعمل مع الزد، تمام؟ يبقى كل الجي ده هيتعمل الموضوع، اصبح بي 1 على او زائد في 1 سكويرد بتساوي بي 2 على او زائد في 2 سكويرد على 2. هي المعادله اللي انا المفروض اعوض فيها هنا. انا عندي عند نقطه واحد كامل، عندي البي عند نقطه واحد ما عنديش السرعه. طب نقطه اتنين انا عايز احسب البي وما عنديش السرعه. طب السرعه دي هنجيبها منين بقى؟ من معادله الاستريم دي. طب الاستريم لاين دي الاستريم لاين في الـ في الـ في السلندريكال كوردينيت بتبقى داله، بتدي لي السرعه في ار وبتدي لي السرعه في سيتا. طب انا عايز اجيب السرعه الكليه تبقى في ار سكويرد زائد في سيتا سكويرد تحت الجذر، او تبقى دي في سكويرد. طب اجيبها في ار سكويرد وفي او في زيتا ازاي؟ بيبقى في معادله السيم فانكشن في السلمنيكا جيفن في الامتحان، اللي هي بتبقى مثلا ايه؟ في ار بتبقى بتساوي 1 على ار بارشال ابساي بارشال سيتا، وفي سيتا بتساوي نيجاتيف بارشال ابساي بارشال ار. هنحل دي بقى خلاص، يعني اللي هي تبقى في ار بتساوي 1 على ار. هنفاضل الابسايد بالنسبه لسيتا، هي دي المعادله فاضلها بالنسبه لسيتا، 2 في 2 ب 4 سكويرد 4 ار سكوير كوزاين 2 سيتا. الار دي هتضيع مع الار دي تطلع 4 ار كوزاين 2 سيتا. طب والفي سيتا تساوي نيجاتيف تفاضل بالنسبه لار، بقى 2 في 2 ب 4 ار سكويرد ساين 2 سيتا. طب انا عايز اجيب الفي سكويرد، هي دي تربيع زي دي تربيع، طب هنطبع دي تبقى 16 ار سكويرد كوزاين تربيع 2 سيتا زائد 16 ار سكويرد ساين تربيع 2 سيتا. عرفت انا عملت ايه؟ انا خدت عامل مشترك بس، ده كده بواحد تطلع 16 ار سكويرد، يبقى كده السرعه تطلع ب 16 ار سكويرد. طيب السرعه بقى عند نقطه واحد، سرعه واحد تربيع بتساوي هي 16 في ار واحد تربيع. طب ما هو ار واحد هو مدرج 1 متر تطلع ب 16. طب السرعه عند نقطه 2 تربيع هي 16 في ار 2 تربيع. طب نقطه 2 هو مدرج بنص متر، يبقى نص تربيع بربع 16 على ضعف ال 4. هتطلع تعوض في المعادله دي، عندك في 1 وعندك في 2 وعندك الروب 1000 وعندك الروب 1000 وعندك البي هنا ب 10000، فاضل لك البي دي، تطلع البي 2 دي ب 36000 2000 باسكال. دي معادله احنا كده اتكلمنا على سيف فانكشن في الكارتيزيان، وفي السيرنيك انا حلل عليها مساله. نخش بقى على الجزء الثاني اللي المفروض نتكلم عنه، اللي هو الايروتيشنال والروتيشنال فلو. يعني طب يعني ايه الاول روتيشنال فلو؟ يعني انا اشوف فلو كده اقول عليه الفلو ده بيلف بيدور ولا ما بيدورش ازاي؟ معنى كلمة روتيشنال وايروتيشنال مش معناه ان الفلو نفسه بيلف، لا، معناه ان الفلويد اليمنت نفسه هو اللي بيلف حوالين محوره. يعني ايه برضه؟ يعني لو ايه؟ لو جبت ميه وحطيتها في كوبايه وانا مسكت معلقه وجبت محرك المعلقه دي في الكوبايه، كده انا بعمل فورتكس اسمه فورس فورتكس. الفورس فورتكس ده بيدي لي روتيشنال فلو. روتيشنال فلو يعني لو جبت عود كبريت كسرته كده وجيت حاطط حته منه في الميه اللي بتلف دي وشفتي، هتلاقي عود الكبريت بيلف. طب يعني بيلف كده حوالين نفسه، يعني هو بيلف كده في مع الميه وفي نفس الوقت بيلف حوالين نفسه. طب ده معناته ايه؟ زي حركه الارض كده. حركه الارض دي ايه؟ يعني الارض دي بتلف بتدور حوالين الشمس وفي نفس الوقت بتلف حوالين نفسها. طالما الحاجه بتلف حوالين نفسها تبقى دي اسمها روتيشنال. لكن لو كان ايروتيشنال، لو جبت الحوض وجيت مليه ميه وجيت شادد السداده بتاعت الحوض دي، هتنزل ميه لوحدها كده وعامله فري فورتكس. الفري فورتكس ده ايروتيشنال فلو.
المعادله اللي بتحكم الروتيشنال فلو، الروتيشنال فلو هي كيرل في، كيرل في او نص كيرل في، مش هتفرق يعني، هي نص كيرل في لو انت بتتكلم على روتيشنال، والروتيشنال هتشيل النص لو بتتكلم عن حاجه اسمها الايه الفورتستي يعني، مش هتفرق. طب انا بحسب كيرل في ازاي؟ كيرل في اللي هو ديل معمول لها كوس مع الفي. طب ما دي اللي هي بتساوي ايه؟ انا بطريقه سهله بنحفظها كده، اللي هي اي والجي والكي بارشل ببارشل اكس بارشل ببارشل واي بارشل ببارشل زد يو وفي ودبليو، ده هو ده الكيرل. تمام، انا لو عايز مثلا اجيب الدوران حوالين ده محور اكس وده محور واي وده محور زد، عايز اجيب الدوران حوالين محور اكس، باجي مخبي الجزء بتاع محور اكس ويبقى ده في ده ناقص ده في ده، اللي هو بارشل دبليو بارشل واي ناقص بارشل في بارشل زد بارشل في بارشل زد. المفروض ده بيساوي صفر. لو كيرل في طلع بيساوي صفر يبقى الموضوع ده كده الروتيشنال، لو طلع بيساوي رقم يبقى الموضوع ده كده روتيشنال، يبقى ده كده الدوران حوالين محور اكس، يبقى دي كومبوننت اوف روتيشنال روتيشنال ايه اباوت اكس دايركشن او اكس اكسس. نفس الحكايه حوالين واي، نفس الحكايه حوالين زد، بس في بس الفكره ان حوالين واي هو في بس اشاره، يعني مثلا لو عايز اجيب الدوران حوالين محور واي يبقى واخد بخبي الجزء اللي فيه الواي، يبقى ده فده ناقص ده في ده اللي هو بارشل دبليو بارشل اكس ناقص بارشل يو بارشل زد، بس في اشاره سالب بس وخلاص، سالب بره كده. تمام كده؟ مش هتفرق سالب، اصل انا ضربت ده في سالب وده في سالب واحد بس، يعني ايه عشان يبقى المعادله صح. ده المعادله اللي بتحكم لي الروتيشنال فلو، الروتيشنال فلو. طب انا بيحصل ليه بقى؟ يعني السؤال هنا يقول لك ليه بيحصل روتيشنال للفلو؟ لو كان ده فلويد اليمنت والفلويد اليمنت ماشي كده ولقينا في اختلاف في السرعات، يعني اختلاف في السرعات يعني في فيلوسيتي ديستريبيوشن، يبقى هيبقى عليه شير، الشير هيعمل له دوران، يعني لو في شير كده الشير ده هيعمل كابل، الكابل ده هيخلي لي الاليمنت ده يلف. فسبب ان الاليمنت بيحصل له روتيشنال انه بيكون عليه شير. طيب والشير بيحصل منين؟ بسبب ان بيكون في فيلوسيتي ديستريبيوشن، الفلو اللي عندي مش يونيفورم. الكلام ده هتلاقيه موجود في الايرو فايل برضه اللي هو وجع دماغنا من اول سنه. اليو لو ماشي كده بنلاقوا شكل توزيعه الفلو عليه كده، الجزء الاولاني ده والجزء الثاني ده، ده بنسموه الباوندري ريجون وده بنسموه الفيزيت كور. الجزء ده الفلو اللي فيه ريال فلو، لكن الفلو اللي ماشي هنا ده ايديال فلو، الريال فلو بيبقى التاو موجوده فيه، فعشان كده الجزء ده روتيشنال لكن الجزء ده ان روتيشنال. لو كان الجزء الروتيشنال ده صغير بقدر ممكن اهمله، ساعتها يبقى الفلو كله عندي ان روتيشنال فلو. نفس الكلام موجود في الفايب اللي احنا برضه اتكلمنا عنها في الفلو اون فايب، بنلاقوا توزيعه السرعات ماشيه كده وهكذا لحد ما يحصل ايه ال الفلو بروجيشن للفلوس بروفايل. الجزئيه دي كده الشير ستريس ظهر فيها في الجزء اللي فوق ده، عشان كده اللي حصل فيه الكيرف بتاع الشير. لكن انا لسه ده بنسموه انفيزيت كور، انفيزيت كور ده يبقى جوه هنا كده كل اللي جوه كده الروتيشنال، لكن اللي بره ده روتيشنال. طيب هنشوف حاجه كده، لما كنا بنستنتج معادلات بونولي السنه اللي فاتت كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد ستريم لاين ونيجي واخدين فلويد اليمنت ونقول ان هو عليه ام جي وزن كده يعني، وعليه السرعه الثانيه اللي هي الماس اكسليشن، ونبدا نستنتج اللي هي معادله نيوتن سيجما فورس بيساوي الام في الاي، ومن هنا كنا بنطلع معادله بونولي. المعادله دي اللي هي ديت اسمها الموشن ايكويشن، معادله الحركه موشن ايكويشن. موشن ايكويشن دي انا لو اشتغلت بيها بوصل لمعادله اسمها معادله بدائيه بسيطه خالص اسمها البرونولي، برونولي ايكويشن. ومن برونولي ايكويشن ببدا احط شويه فروض زياده، المعادله بتكبر اكتر وبيظهر فيها حاجه اسمها ايلر ايكويشن. ومن ايلر لما بحط بقى تاثير الفيسكوزيتي فيها بيطلع لي حاجه اسمها نافير ستوكس ايكويشن، نافير ستوكس ايكويشن. كل واحده من دول ثلاث معادلات مش معادله واحده، لان معادله الحركه بتاعت نيوتن دي نيوتن، ده ايلر ده برونولي، ده ايلر ده نافير ستوكس.
المعادله دي معادله في 3 دايمنشن سي دي، فهنا بيبقى طالع لي ثلاث معادلات في الاكس وفي الواي وفي الزد. بيبقى في سؤال مهم مش هعمله، هتعمله انتوا. السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيجيفن، بيديك جيفن في الامتحان الايلر ايكويشن، ويقول لك انا عايزك تعمل لي ريدكشن للايلر ايكويشن دي لبرنولي ايكويشن. ازاي؟ الفكره بتاعتها ان انا بس في طريقتين. الطريقه الاولانيه عن طريق ان انا هستخدم مثلا معادله السين فانكشن. طب عشان احول من ايلر ايكويشن لبرنولي ايكويشن بالسين فانكشن، باخد شرط السين فانكشن وبعوض فيه في ايلر ايكويشن، وبعدين امشي كده في شويه ستيبس لحد ما اوصل لبرنولي ايكويشن. بس اللي انا عملته في السين فانكشن دي ايه؟ السين فانكشن دي بتتعامل على خط واحد، يبقى انا كده مسكت معادلات ايلر وطلعتها معادلات بسيطه اسمها معادلات برنولي على خط واحد بس. يعني هنا لو دي نقطه واحد ودي نقطه اتنين، اقدر اطبق ما بينهم برنولي ايكويشن. لو اداك في الامتحان اتنين سيم لاين كده وقال لك ده انا مستنتج المعادلات من السين فانكشن، وقال لك دي نقطه واحد ودي نقطه اتنين وطبق لي بنقطه واحد ونقطه اتنين البرنولي ايكويشن، مش هينفع، غلط. طب الحل، الحل ان انا هخش بقى في الحاجه اللي احنا خدناها، الحاجه الثانيه اللي احنا خدناها النهارده اللي هي الروتيشن. هاخد شرط الروتيشن وهعوض فيه في المعادلات بتاعه اويلر، وهطلع منه معادله بونولي، ومعادله بونولي اللي هتطلع اقدر اطبقها بين اي نقطتين في الفلو، مش نقطتين على السيم لاين بس. طيب احنا كده اتكلمنا عن الستريم فانكشن، وقبل الستريم فانكشن ما بنبدا نتكلم عليها قلنا شويه شروط. قلنا اللي هو لازم يكون تو دايمنشن، ولازم يكون كومبريسبل، ولازم يكون انكومبريسبل، ولازم يكون ستيدي. طيب لما هنيجي المفروض الحاجه الثانيه نتكلم عنها هي البوتنشال فانكشن. طب قبل ما اخد البوتنشال فانكشن دي المفروض اعرف الشرط بتاعها. الشرط بتاعها ان لازم يكون الفلو اللي عندي ايروتيشنال، عشان كده اتكلمنا على الايروتيشنال قبل ما نتكلم عن البوتنشال فانكشن. طيب البوتنشال فانكشن دي بيديها رمز فاي، يو بارشال فاي بارشال اكس، وفي بارشال فاي بارشال واي، وزد يو وفي ودبليو بارشال فاي بارشال زد. هو ديت الفاي، يبقى الفاي دي المفروض بتساوي كونستانت. طيب ما انا برضه مش فاهم حاجه، يعني لما انا الستيم فانكشن لما طلعتها بتساوي كونستانت برضه، بس انا قدرت افهم ان الستيم فانكشن ديت هي معادله فاميلي اوف ستيم لاينز، وقدرت افهم ان الكونستانت ده ملوش معنى. لكن لما يبقى الدلتا كونستانت على بعض، انا اطرح حاجتين كونستانت من بعض، بيديني الفوليوماتيك فلو ريت اللي موجود ما بين التو ستيم لاينز دول. طيب المفروض افهم برضه هي ايه الفاي دي. طيب هي إيه اسمها؟ بوتنشال فانكشن. طب يعني ايه البوتنشال؟ يعني ايه الجهد؟ الجهد ده هو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات من ما لا نهاية لنقطة معينة. يعني أنا لو عندي النقطة دي نقطة هنا، وهنفترض إن اللا نهاية هنا ده الإنفينيتي، الشغل اللي أنا هبذله عشان أنقل شحنة وحدة الشحنات اللي هي كولوم، يعني عشان أنقل وحدة الشحنات من هنا لهنا يديلي الجهد بتاع النقطة دي. وده طبعا حاجة ما بنعرفش نحسبها، أنا هجيب لك اللا نهاية دي منين. لكن لو في نقطة تانية وهي برضه المفروض الشغل اللي انا بحسبه من انفينيتي لحد هنا يديك جهد النقطه دي، وده برضه مش عارف احسبه. لكن ممكن احسب الدلتا اللي ما بين النقطتين دول، لو فرق الجهد ما بين النقطتين دول هو ده المفروض بيتحسب اي مكان. كده الفاي دي هي البوتنشال فانكشن. احنا كده فهمنا ايه يعني ايه البوتنشال فانكشن، او بمعنى صح هو يعني ايه كلمه الجهد. الجهد احنا قلنا هو الشغل اللي انا ببذله عشان انقل وحده الشحنات من لانهايه لنقطه معينه، وده مش بعرف احسبه. انا بعرف احسب فرق الجهد بين النقطتين، وهو ده معنى كلمة البوتنشال يعني. طيب برضو فاي دي اللي هي بيساوي كونستانت، انا ما فهمتش هي ايه، لكن انا فهمت الابساي اللي هي بيساوي كونستانت، وعرفت ان الستيم فانكشن، وعرفت ان الكونستانت ملوش معنى، لكن الدلتا كونستانت هو عبارة عن الفوليوماتيك فلو ريت اللي موجود بين تو ستيم لاينز دول. المفروض اعمل كده في فاي برضو. طيب وانا لو جبت دي فاي بيساوي بارشال فاي بارشال اكس في اتجاه الاكس زائد بارشال فاي بارشال واي في اتجاه الواي، ده هيساوي صفر لان بيساوي ثابت. هعوض برضه في بارشال فاي بارشال اكس وبارشال فاي بارشال واي بالشرط بتاع البوتنشال فانكشن. احنا قلنا الشرط بتاعها ان لازم يكون الفلو عندي اورتيشنال. طب الفلو بيبقى اورتيشنال بنجيبه ازاي؟ بنجيبه من كيرل في، كيرل في ونساويه بالصفر. طب هنحسبها اهيت، بنعمل الماتريكس اي وجي وكي، بارشال بارشال اكس بارشال بارشال واي بارشال بارشال زد، يو وفي ودبليو. طب حوالين محور اكس اللي هو النقطه دي تبقى بارشال في بارشال اكس ناقص بارشال يو بارشال واي، ده بيساوي صفر. واليو عندي المفروض بتساوي بارشال فاي بارشال اكس، والفي بتساوي بارشال فاي بارشال واي. هنعوض في دول فوق هنا، هيطلع لي معادله
اللي هي بارشال بقى بارشال اكس، هاخد ال v احطها هنا اللي هي بارشال 5 بقى بارشال واي ناقص، هاخد بارشال بارشال واي هيطلع لي معادله اللي هحط فيها اليو اللي هي بارشال 5 بقى بارشال اكس، ده بيساوي صفر. المعادله دي كده طلعت بيساوي صفر، يبقى هو كده بيحقق شرط ال ان هو ايروتيشنال فلو. طيب لازم برضه الفلو ده او المعادله بتاعت الفاي دي تحقق الكونتينيوتي، يعني عشان يكون فلو فلازم يحقق الكونتينيوتي. طب هيحقق الكونتينيوتي ازاي؟ نقول نحط معادله الكونتينيوتي في الكونتينيوتي في ال 2 دي برضه، مش هنعملها 3 دي، اللي هي بارشال يو بارشال اكس زائد بارشال في بارشال واي بيساوي صفر. طيب بارشال بارشال اكس اليو، اليو عباره عن بارشال 5 بارشال اكس زائد بارشال بارشال واي الفي بارشال 5 بارشال واي بيساوي صفر. دي كده تطلع بارشال 2 5 بارشال اكس سكويرد زائد بارشال 2 5 بارشال واي سكويرد بيساوي صفر. ما دي كده لابلاس ايكويشن. ها يبقى برضه انا لسه ما فهمتش هي ايه الفاي. انا كده بس حطيت الشرط، الشرط اللي انا المفروض يكون موجود في الفلو عشان اقدر احسب لها البوتنشال فانكشن بتاعتها دي. طيب يعني الفاي بقى لو بتساوي ثابت، انا هعمل زي اللي عملته بالظبط في الاستيم فانكشن، مش انا الاستيم فانكشن كانت بتساوي ثابت وبعد كده جبت الدي دي بساي بيساوي صفر، وقلنا الدي بساي عباره عن بارشال بساي بارشال اكس دي اكس زائد بارشال بساي بارشال واي دي واي وسويته بالصفر، وحطيت هنا ال وجيت مطلع منهم الميل، والميل عبارة عن الاستيم لاين، هو ده بس بالظبط اللي هعمله في الفاي. هنا طلع الميل ان هو دي واي باي دي اكس بيساوي في على يو. هنشوف هنا هيطلع الميل عامل ازاي. دي فاي بيساوي بارشال فاي بارشال اكس دي اكس زائد بارشال فاي بارشال واي دي واي بيساوي صفر. هنا لو خدت الميل هيطلع دي واي باي دي اكس بيساوي نيجاتيف يو على في. يبقى انا عندي كده طلع لي اتنين ميل، ميل دي واي باي دي اكس جبناه من الاستيم فانكشن ده طلع بيساوي في على يو، ودي واي باي دي اكس طلع من البوتنشال فانكشن طلع بيساوي نيجاتيف يو على في. طب لو ضربنا الاثنين دول في بعض اللي هو الميل الاولاني والميل الثاني، لو ام 1 في ام 2 طلع بيساوي سالب 1. عندي ميلين بيتضربوا في بعض حاصل ضرب الميل، الميلين بيطلع بسالب 1، يبقى كده الخطين دولت ايه؟ مش متعامدين؟ كده الخطين دول متعامدين. يبقى معنى الكلام ان البوتنشال فانكشن ديت هي عباره عن خطوط متعامده على الستريم لاين. يعني لو في بايب معينه كده والبايب دي ماشي فيها ستريم لاين، ده ستريم لاين يبقى البوتنشال فانكشن هي عباره عن خطوط العموديه على الستريم فانكشن دي. طيب ايه اللي طالع من الرسم ده؟ بيسموه الفلو نت، اللي هي الشبكه بتاعت الفلو يعني. طب شبكه الفلو دي انا بستخدمها في ايه؟ لما بيجي يعمل البامب، البامب بيبقى الريش بتاعت البامب ليها كيرفات معينه، الكيرفات دي بتتعمل باستخدام الفلو نت ده بحيث يقلل الفورسز اللي هتبقى موجوده على الريشه دي، وكمان يعني ايه يخليها تضغط بقوه افضل، يعني تضغط افضل. يبقى انا كده لو عندي ستيم لاين ده اف ساي ده بيساوي ثابت، وده اف ساي بيساوي ثابت تاني، وده اف ساي بيساوي ثابت تالت. لو جبنا خطوط البوتنشال خط البوتنشال يبقى السرعه كلها بتكون في اتجاه الستيم لاين، مفيش اي سرعه في اتجاه البوتنشال خالص، البوتنشال والخط العمودي عليها بس. الخط ده بيسموه الايكوال بوتنشال، اللي هو خط متساويات الجهد، الجهد اللي عليه كله ثابت. ليه؟ قلنا لو انا بذلت الشغل عشان الشغل المبذول لنقل لوحه الشحنات من لا نهايه للنقطه دي هو بالظبط للنقطه دي. ليه هو ده هو ده؟ لان احنا قلنا الورك ما هو اف في دي اكس، واحنا بنشتغل في الفلويدز ما بنحسبش الاف، بنحسب الفي، ومن الفي بنقدر نخش معادله بونولي ونجيب البي، ولو جبت البي اقدر اضرب في الاريا اللي عندي احسب الاف، فانا ممكن اشيل الاف دي واحط الفي عادي اللي هي في دي اكس. طيب انا عايز اشوف الشغل اللي هبذله من نقطه واحد اللي هي النقطه دي لنقطه اتنين، من نقطه واحد لنقطه اتنين، مش المفروض الفي في دي اكس؟ طب هو في سرعه اصلا في نقطه واحد لنقطه اتنين؟ مفيش اي سرعه في اتجاه البوتنشال. ليه؟ لان كل السرعات اللي ماشيه عندي هي في اتجاه الستيم لاين، يبقى كده المقدار ده صفر. يبقى الشغل اللي المفروض ابذله عشان انقل اي شحنه من على الخط ده لاي مكان على نفس الخط طلع بيساوي صفر. يعني معنى كلام الخط ده اسمه ايكوي بوتنشال لاين،
البوتنشال فانكشن دي هي عباره عن الخطوط العموديه على السين فانكشن، وهي خطوط الخط الواحد بيكون لنفس الجهد وما فيش اي سرعه في اتجاهه. وعرفنا احنا بنستخدمه في ايه عشان نرسم الفلو نت اللي انا بستخدمها في التصميم في الديزاين بتاع البامب. طب ايه بقى المفروض التارجت اللي المفروض في الكاينماتكس؟ ليه بندرس كاينماتكس؟ لو في مركب ومركب تانيه جنبها كده، الاثنين مشوا جنب، يعني في مركب ماشي بيبقى الميه حواليها ليها شكل معين، بتبقى واخده ستريم لاين معين كده اللي هو الفلو اراوند سوليد بادي، في البيزكس في الفلو بيزكس الفيديو الجاي ان شاء الله. وهنا نفس الحاجه في المركب دي، هنا كده لو النقطه اللي ما بينهم دي هتبقى النقطه دي موجوده على السيم لاين بتاع المركب دي وعلى السيم لاين بتاع المركب دي برضه. طب هنحسبها ازاي؟ نقول لك النقطه دي هي مثلا السرعه بتاعتها في اتجاه اكس يو اللي هي يو واحد، المفروض تطلع بارشل ابساي واحد بارشل بارشل واي. لا دي لو المركب دي حواليها ابساي واحد والمركب دي لو حواليها ابساي اثنين. طيب اليو لو انا هجيبها من السيم فانكشن اللي حوالين المركب الثاني تبقى يو اثنين اللي هي بتساوي بارشل ابساي اثنين بارشل واي. يبقى المفروض السرعه التوتال في اتجاه محو اكس ده دي عباره عن فيلوسيتي فيكتور بيبقى بالجمع جمع جبري بس بالاشارات، تبقى يو 1 زائد يو 2 اللي هي بتساوي بارشل ابساي 1 دي واي زائد بارشل ابساي 2 دي واي، اللي هي ممكن اخد بارشل بارشل واي على المشترك اديك ابساي 1 زائد ابساي 2. يبقى كده اليو توتال اللي هي اللي عباره عن بارشل بارشل واي في ابساي توتال. الله، طب انا برضه ايه اللي انا استفدته من هنا؟ ما انا كل ده انا بحاول اشوف ايه الفايده بتاعت الكاينماتكس. احنا اتكلمنا في الفايده بصوره عامه في الفيديو الاولاني في الكاينماتكس، لكن احنا خدنا بقى شويه حاجات فالمفروض افهم ايه معنى الكاينماتكس. طلع ان السرعه هي عباره عن التفاضل في السرعه في اتجاه اكس، تفاضل السيم فانكشن التوتال في اتجاه واي. طب السيم فانكشن التوتال دي اللي هي الابساي التوتال، ما هي طلعت هي عباره عن ايه؟ المجموع الجبري، انا بجمع جبريا عادل ابساي 1 زائد ابساي 2. يعني معنى الكلام ان انا كان عندي مركبتين كل مركب حواليها فلو معين، لما جمعت الاثنين فلو دولت على بعض ادالي فلو جديد خالص اسمه الابساي توتال. معنى الكلام ان اي فلو موجود حوالين اي بادي في الدنيا ممكن اعمله انا مكون من مجموعه من الفلو البيزك فلو، وهم دولت اربعه بيزك فلو بس، في اليونيفورم فلو وفي السورس وفي السينك وفي الفورتكس فلو. الاربعه دولت ممكن اكون بيهم اي فلو في الدنيا، يعني الايروفويل جناح الطياره ده انا المفروض يبقى كل ليه تصميم معين بحيث تكون الفورس اللي تحت اكبر من الفورس اللي فوق فتعمل ليفت للطياره اللي عندي. الجناح بيبقى شكله معقد فانا مش هقدر ادرس الفلو اللي حواليه على طول، لكن انا ممكن اقسمه بالكاينماتكس لمجموعه من البيزك فلو البسيطه خالص اللي هو اليونيفورم والسينك والسورس والفورتكس اللي المفروض ان شاء الله الفيديو الجاي ونشوف الفلو اللي حواليه هيكون عامل ازاي بحيث نعمل افضل تصميم انه يعمل لي الليفت بسهوله ويقلل الدراج كمان لما الطياره تمشي في الثراست. شكرا.